بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب المجلس 64 من كتاب الدرة البهية حل ألفاظ العقيدة الطحاوية، حيث سنتابع شرحنا لهذا الكتاب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. يجب الإيمان بالنار أي جهنم، أي بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. قال الله تعالى: أعدت للكافرين. ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فيجب الإيمان بالنار، وهي أشد نار خلقها الله. هذه النار تبقى إلى ما لا نهاية لها، يدخلها الكفار ويبقون فيها إلى ما لا نهاية له. أما المؤمنون العصاة الذين يدخلونها يخرجون منها، أما الكفار لا يخرجون. جهنم الآن موجودة تحت الأرض السابعة منفصلة عنها. هذه الأرض التي نحن عليها هي الأرض الأولى، يوجد تحتها 6 أراض مثلها. قال سيدنا عبد الله بن عباس: على كل أرض مثل ما على أرضكم هذه سوى البشر، يعني عليها بهائم وفيها شجر وفيها بحار وفيها أنهار. البشر فقط على هذه الأرض، يعيشون على هذه الأرض ويموتون على هذه الأرض ويبعثون على هذه الأرض. تحت الأراضين 7 توجد جهنم، وهي سوداء مظلمة. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب الوصية: والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان لأهلهما، لقوله تعالى في حق المؤمنين: أعدت للمتقين، وفي حق الكفرة: أعدت للكافرين. خلقهما الله للثواب والعقاب. وقال في الفقه الأكبر: والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدا. هذا مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أن النار موجودة الآن. أما نحن نقول: الله تعالى قال في القرآن: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الشيء المعد موجود، هكذا العرب يقولون، والقرآن عربي، أعدت للكافرين. إذا أنت قلت لواحد: حضرت لك كذا وكذا، أو تقول لواحد: نريد أن نذهب للصيد، فتقول له: كل العدة محضرة. الله تعالى قال: أعدت للكافرين، إذن هي موجودة. وقال عن الجنة: أعدت للمتقين، إذن هي موجودة.
هذا وحده دليل كافي. هم تأولوا الآية فقالوا تكون في الآخرة، وليس الأمر كما يقول أحمد بن تيمية الحراني، هو كان نقل اتفاق المسلمين على بقاء الجنة والنار، ثم خرج عن ذلك الإجماع كما خرج جهم، كما أن جهما كفر لأجل خرقه لهذا الإجماع، ابن تيمية خرق الإجماع هذا الإجماع مثل هذا، فحكمه كحكم جهم. ابن تيمية شارك جهم في نصف عقيدته. الله تبارك وتعالى قال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والله قال: خالدين فيها أبدا، أي إلى ما لا نهاية له. ابن تيمية في كتبه تناقض كثير. هو قال في كتاب له: أجمع المسلمون على أن المجسم كافر. وفي بعض كتبه يقول: لو قيل عن الله أنه جسم لا يؤثر على زعمه. يقول ابن تيمية عن النار أنها تفنى، لا يبقى فيها أحد، وقد قال قبل ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية: اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون. ثم قال أي ابن تيمية بعد ذلك: النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فكما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو أي ابن تيمية لقوله بفناء النار. بعد أن نقل الإجماع على بقاء الجنة والنار، هو أنكر بقاء النار، وهذا كفر، لأنه تكذيب للنص القرآني. آيات كثيرة وردت في بقاء النار وبقاء أهلها الكفار فيها واستمرار عذابهم إلى ما لا نهاية له، بحيث لا يقبل لا شرعا ولا لغة أن يكون هذا الكلام محمولا على غير حقيقته على المجاز، أو على غير حقيقته على غير ما يسبق إلى الذهن عند سماعه، لا يقبل. ليس آية أو آيتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرين، بل أكثر من ذلك. كلها فيها تتكلم الآيات، تنص الآيات، تخبر الآيات عن بقاء النار. الله تعالى قال: لا يموت فيها ولا يحيا، وقال إخبارا عن مالك: إنكم ماكثون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث، هذا فضلا عن الأحاديث التي وردت في ذلك: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا الخلود المذكور في الحديث مثل ذاك الخلود. هو ابن تيمية له كتاب سماه الرد على من قال بفناء الجنة والنار. هو هذا الرجل خبيث، هو العنوان يريد به من قال بفنائهما معا، ليس من قال بفناء النار وحدها. وللإمام السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين لا يخرجون منها أبدا. يأتي وقت الكفار يقولون للمؤمنين: ماذا نفعكم إيمانكم أنتم معنا؟ عند ذلك الله تعالى يخرج المؤمنين من النار، لا يبقى فيها إلا الكفار. الحسرة التي تصيبهم
يوم ذلك للكفار لو كانوا بالدنيا لماتوا منها، لكن في الآخرة ليس فيها موت. وأما بعض العصاة فيعذبون فيها مدة ثم يخرجون منها. وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار ولا يرضون الخروج منها فهو كفر تكذيب للنصوص القرآنية. ينقل عن ابن العربي، وهذا الكلام مفترى عليه، يقولون قال ابن عربي: يأتي وقت الكفار يتلذذون بعذاب النار، تصير جهنم لهم لذة وليست عذابا عليهم، فيخلدون فيها على أنها لذة لهم. هذا الكلام كفر، وهو مفترى على سيدنا ابن العربي. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن الزكي الفطن: من تزود من دنياه لآخرته ولم يبع آخرته بعرض من الدنيا. فالناس يوم القيامة قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، فهما داران ما للناس غيرهما، فانظر يا أخي ماذا تختار لنفسك. فالجنة أعدت للمؤمنين والنار أعدت للكافرين، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فطعام أهل النار كما قال الله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شجر كريه المنظر كريه الرائحة، وثمره كريه الطعم. وكما قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فأهل النار شرابهم الماء المتناهي في الحرارة. قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والحميم هو الشراب المتناهي في الحرارة، والغساق ما يسيل من جلود أهل النار، تسقيهم إياه ملائكة العذاب فتتقطع أمعاؤهم. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ولا يستوي لباس أهل الجنة ولباس أهل النار، فأما ثياب أهل النار كما قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ولا تستوي هيئة أهل الجنة وهيئة أهل النار، فأما أهل النار فإن الله يزيد في أحجامهم ليزدادوا عذابا، حتى يكون ضرس الكافر يوم القيامة كجبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام. وكلما أنضجت جلودهم النار كسوا جلودا غيرها. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. يقول ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب النار: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فإن الكفار إذا ألقوا في جهنم طرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار العظيمة،
فيسمعون لجهنم شهيقا صوتا شديدا كصوت الحمار لشدة توقدها وغليانها. ليحاسب كل منا نفسه ولينظر هل أعد الزاد ليوم المعاد، خشية أن يكون ممن ورد فيهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر من الله الخالق العظيم الملك الجبار شديد العقاب بأن نقي أنفسنا وأهلينا نارا. أية نار؟ نار حرها شديد وقعرها بعيد، إنها الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إنها الهاوية، قال الله تعالى: فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال ربنا عنها: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وأخبرنا عن الكافر فيها: الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. واعلموا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هل نسيتم أن الله تعالى قال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا. وقال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ومن شدة العذاب فيها يقول الكافر: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما عني مالية هلك عني سلطة. وتقول جهنم: هل من مزيد؟ قال تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج خزنتها لم يأتكم. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه النار التي حذرنا الله منها، فبادر بالتوبة قبل استحقاق دار الخيبة، فيا لها دار محتوم بلاؤها معدوم رخاؤها مشتد سعيرها عال زفيرها. يلقون فيها شديد الكرب والهلاك
وكأن لسان حالهم فيها ينادون من شعابها وفجاجها باكين من ترادف عذابها. يا مالك لقد حمي علينا الوقود، يا مالك لقد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا فإنا لا نعود، يا مالك لقد أثقلنا الحديد وسال منا الصديد. فيجيبهم إنكم ماكثون. فهنيئا لمن عمل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال إمام البيت الصحابي الكبير سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. وقال التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق، وأن تعلم ولدك ذلك. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من نار جهنم، فإنه حسبنا الله ونعم الوكيل. القبر باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما مصيران ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. روى مسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أمرتك بأهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك فأبيت إلا الشرك. فانظر أخي ماذا أعددت ولأي دار تهيأت، فليس في الآخرة دار إلا جنة أو نار، ولا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. وق نفسك وأهلك النار بتعلم ما افترض الله علمه من علم الدين، وأد ما افترض الله عليك، واجتنب ما نهاك عنه، لتسلم في الآخرة من نار وقودها الناس والحجارة. جهنم أجارني الله وإياكم منها، نجاني الله وإياكم منها، وسلمنا منها وحفظنا منها، وأعتق رقابنا منها، واسعة جدا جدا جدا، إلى حد أن مكان مقعدة الكافر في جهنم مسيرة 3 أيام، ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. إذا ضرس الكافر كجبل أحد، فكم حجم فم الكافر؟ فكيف برأس الكافر في جهنم؟ وكم حجم جسمه ليشعر بالعذاب؟ قال الإمام الحافظ الفقيه البيهقي رضي الله عنه: غلظ جلد الكافر 40 ذراعا، يعني قريب 20 متر. وقال البيهقي: جلد الكافر في جهنم يذوب ويحترق في اليوم 70,000 مرة، ويخلق الله له غيره. قال ربنا في القرآن الكريم: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الله ينجينا، الله يسلمنا وينجينا بحق محمد والقرآن. ومع هذا جهنم بقعة صغيرة بالنسبة للجنة. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء،
الله تعالى إذا أثاب الطائع على طاعته هذا ليس من باب الوجوب على الله، فالله لا يجب عليه شيء. الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة فيدخلهم الجنة برحمة منه وفضله كرما منه سبحانه وتعالى، له الفضل وله المنة. العبد إذا فعل الطاعة فبتوفيق من الله، فالفضل لله. فإذا أثاب الله الطائع فهذا فضل منه وليس واجبا عليه، وإذا عاقب العاصي فهذا عدل منه وليس ظلما منه، لأن الله تعالى إذا تصرف بهذا العبد العاصي فعاقبه فإنما يتصرف في ملكه وليس متصرفا في ملك غيره، فهو يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى لا يعترض عليه. العبد وما ملك ملك لسيده، الله يتصرف بملكه فلا يتصور منه الظلم. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه الشرح: يجب الإيمان بأن الله خلق للجنة والنار أهلا، فمن أدخله الجنة فبفضله، ومن أدخله النار فبعدله. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه وقوله: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، أي أن كل من العباد يعمل لما قد كتبه الله تبارك وتعالى له في اللوح، كل يعمل ما شاء الله أن يعمل، يعمل ما قدر الله أن يعمل، يعمل ما علم الله أنه يعمل. ما كتب في اللوح أنه يكون من العبد هذا لا بد أن يكون، ومقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض 50,000 سنة: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض 50,000 سنة. ما يجري في هذا العالم مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا لا يتغير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: ومما يدل على أن الثواب في الجنة فضل من الله تعالى ليس واجبا على الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، رواه الإمام أحمد. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وقوله عدلا، ذلك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو تعالى يتصرف في ملكه ولم يتصرف في ملك غيره، فلا يتصور منه ظلم، فيعذب على ترك الأوامر وارتكاب النواهي عدلا وحكمة، وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، رواه أبو داود. فطاعة الطائع فضل من الله، فإن العبد وعمله ملك لله. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لأن الله إذا رحم العبد المؤمن الطائع فهذا الإيمان الذي كان منه بتوفيق من الله، وهذه الطاعة التي حصلت منه بتوفيق من الله، ولولا توفيق الله له لما استطاع أن يفعل ذلك، ما استطاع أن يعتقد الإيمان، ما استطاع أن يفعل الطاعة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، فالفضل لله. لذلك كانت رحمة الله للعبد الطائع فضلا منه سبحانه على هذا العبد، لأنه
لولا توفيق الله ما استطاع هذا العبد أن يفعل الطاعة، فالفضل لرب العالمين. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في التوحيد وفي بيان هذه المسألة، مسألة أن الله تعالى إذا أثاب الطائع فبفضل منه، وإذا عاقب العاصي فبعدل منه. هذا الحديث عظيم في إفادة ذلك. وإلى هنا نكون قد أنهينا الكلام على المجلس 64، حيث شرحنا كلام المؤلف رحمه الله، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. نسأل الله تعالى الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة، مدافعين عنها متمسكين بها إلى الممات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.